العالم. هاي السيارة المفخخة جابناها هل المخزن شيخي هاي السيارة المفخخة اللي ركنوها هنا يا الشرطة والمنتسبين ناس يبذلون كل جهودهم في سبيل حفظ الأمن لكن قادة الأجهزة الأمنية من ضباط من مدير شرطة من مدير ناحية من ضابط استخبارات كل قادة الأجهزة الأمنية كل قادة الأجهزة الأمنية هم متواطئين وهذه العملية تمت بتواطؤ 100% بين قادة الأجهزة الأمنية وبإدارة الناحية مع بقايا البعث. تعال